صغار جينا وما لقينا لا دار ولا شجار. يا أهل الدار جيناكم كبار صغار جينا وما لقينا لا دار ولا لك يا جدي وين الدار كل جار اللي كان يغار. لك يا جدي وين الدار كل جار اللي كان يغار. وين البحر والليوان وين الفارس والميدان وين رجال ما بتنهان وين الالفة والمحبة وين النخوة يا خسارة جد ويا يا أهل الدار جيناكم كبار صغار جينا وما لقينا لا دار ولا جار. شو عم تطعموا خيلكم مبطبط؟ عم تطعمون خالي؟ يا عيونك عم نطعميه أحسن علي. خلصي راحت عليكم والرأي إلنا. الرأي لمين يا رجال؟ لا ما حزرت. شلون يعني؟ لسه في أبو قاعود وأبو أدهم ما تسابقوا. إمتى جريت العادة إنه العقدة يتسابقوا؟ جريت مختار جريت والرأي ما بتاخدوها ليتسابقوا. شو أبو قاعود؟ الرأي مناخدها ولا ما مناخدها؟ بلاها مختار بلاها، خلينا عم نتفرج. بتكون خايف ها؟ لا يا مختار، هي ما حبيتها منك ها؟ يعني عم بيقول لي عقلي خايف أبو أدهم يسبقك. من شو بدي خاف؟ شرف عقيد؟ بلاها أبو قاعود بلاها. لا سيدي مو بلاها، الشغلة صار فيها تحدي. شرف عقيد؟ إيه بأمركم. يا سلام، هذا هو المطلوب. شو قلت أبو شراف؟ أقول هذا غريمي إجا والله جابه. شباب علي لا تقوس، طول بالك خليهم ليكملوا اللفة وساعتها بصير غريمي من ناحيتي ووقتها بشفي غليلي منه على المظبوط. إيه ونحن شو بنستفيد؟ إذا أنت سويت مثل ما قلت لك وصار الموال اللي براسي راح أعطيك 5 أصماليات. وأنا عقيد قديش بيطلع لي؟ أنت بيطلع لك 3. 3 أصماليات؟ ليش بقى؟ لأنه نحن رح نضرب ونهرب، أما صياح فهو بده يروح يكفي الشغل. لا عقيد لا، أنت دايما الدوم هيك بتقلل لي حصتي وبتزود له حصته لصياح. إذا بدنا نحكي الحق صياح أرجل منا. هيك لكان. لا خلاص وكل الله عم يمزح معك العقيد شباب. مين هذا اللي قداماني؟ مو أبو أدهم؟ لا لا هذا أبو قاعود. اه والله هذا أبو أدهم مختار. شو هالحكي؟ يلا بشار قويس. لك طول بالك
وشايف الخيال الثاني صار بيني وبينه؟ لك انت اوس يا ابن الحلال، واللي كاتب له الله انه يموت رح يموت، كله مكتوب عند رب العالمين. ها وقفت يا سكر، مين هذا اللي وقع؟ والله هذا يمكن ابو قاعود. اخي ابو قاعود الله يستر، الواطي جفل فيه الفرس مشان يسبقه. وحده الله يا جماعه، وحده الله يا ربي. لا حول ولا قوه الا بالله. في يا رجال اعمل حالك ما بتعرف، رميت الزلمه وعمل حالك ما بتعرف شيء. انو زلمه يا ابو دياب؟ انو زلمه مختار؟ ابقى عود يا ابو دياب. ابقى عود. يلا دحام امشي، انت صياح مثل ما وصيتك. ها لا تتكلم عقيد، ايديك ورجليك ما يبارده باذن الله. أخي أبقى عود، أبقى عود، أبقى عود. واطل بسطت يا عبد العياش، قتلته بدك تمشي بجنازته؟ أخر عنه هيك. أنا يا أبو دياب؟ أنت أخر عنه. لا يا أبو دياب، يشهد ربي علي ورحمة أبي وأمي تحت تراب إني ما دارتك يا أبقى عود. والله واللي اسمه الله، إذا أبقى عود بصر له شيء لا امشي بجنازتك قبل جنازته. يا رجال يا رجال، انا سمعت صوت قواص طلع من البستان لما وقع ابو قاعود. وانا كمان سمعت صوت قواص، معناته في حدا قوص عليه. لا اله الا الله. السلام عليكم يا سيادنا. عليكم السلام ورحمه الله. بس بلا منقوليه، مين بيناتكم ابوتها؟ انا ابوتها مشرف. طيب في اثنين كانوا هنيك، في واحد بيناتهم معه طرنجه، امنوني اني اقول لك امانه. احكي عمي. لا انا خليها مع جنب احسن. احكي عمي. ايه منحكي، بيقولوا لك انه اللي بدك يا صار، وفي هيك مطرح انتم متفقين عليه بس مشان هيك البيض. مين هدول اللي عم تحكي عنهم؟ انت مين؟ انا صاحب هذا البستان، انا مارق مهنيك، قالوا لي انه قول ابو ادهم البيض. وهي شحني عم بقول لك ياهم، الله وكيلك انا ما بعرفه. قتلته؟ والله لا ادبحك واشرب من دمك، تركوني انا ابو دياب. تركوني انا. هذا فهد العياش ابو ادهم. اطز منك ومنه. لا تكبر بالحكي عمالك. ها غير هدول بيت حماي، واللي بيزيهم بيزيني. لك يا رجال، وين النخوه؟ وين الشهامه؟ لك عجيب كل واحد. شام محمد، روقوا يا جماعه واهدوا. وجه عليك رب العالمين، تاخذ جماعتك وتمشي. يا شوفي هي الزبادي، ما احلى المرقه. يا عيني شو احلى من زبادي الايشان. دخيلك عجلك شو ما بلا يصلها. يلا يمكن هن رايح اشوف. مين؟ انا جابر. افتحي ديبه، غطي وشك. اخي جابر اجا. يلا يلا. أهلين أخي، شو وين صرتك أخواتها؟ فوتي ضبي أوعيكي وامشي معي. لوين بدنا نروح؟ عمل لك ضبي أغراضك، هون ما بقى لك عاد بنوب. أخي بس فهمني، شو في؟ شو صاير؟ والله شغلت لي بالي. هذا جوزك الواطي وقع أخوك أبقى عود من على الخيل، وكان عم يزبط له خطة مشان يقتله. يوه، جوزي أبو أدهم؟ مستحيل أخي، مستحيل يعمل هيك. أختي لا تطلعي لي خلقي، ضب اغراضك وامشي معي. طيب قل لي اخي، اخي ابو قاعود صار له شيء؟ اخوك ابو قاعود، اخوك ابو قاعود بين الحياه والموت. قولي على قامتي، قولي على قامتي، ان شاء الله. شو هالمصايب هي؟ طيب حالبس ولبس البنات. انا انو بنات؟ شو انو بنات اخي؟ بناتي. ايوه هذا الناقص، نربي له بناته كمان. روحي روحي، بدك تجي معي لحالك. يلا يا ابو نجم، يا سيد ابو نجم، سيد راسي خير ان شاء الله. سيد مساك سيد راسي. اهلين وسهلين سيد راسي. هذا ابنك سرق لي زبيبات وبدي هلا حقه من بعد اذنك ست براقيت. لك شو عم تحكي انت؟ ابني انا؟ ايه نعم سيد راسي ابنك انت. يعني شو قصدك ابني حرامي ما هيك؟ ايه نعم سيد راسي حرامي.
اسمعوا لها عيونك التنتين بلحنها اذا تاني مره بتقول عندي حرامي سمعوا ولا لا نلعب هون لشوف يلا يا سيد راسي ماني من قلع وماني متزحزح من هون لاخذ ست مراغي شو رايك ما ايوه قلت لي بدك حقك ما هيك نعم سيد راسي ايه اسمع خذ لشوف الله لا يوفق الزلمه شو ها يا نصاب يا محتال يا حرامي عم تتبرد نفسك ها ويا نصاب مين حرامي انت ولا انت ها تقبريني يا عزيزي البنات امان من عيوني لا تشغلي بالي علميه علميه مين انت نصري الصياح وين العقيد بجهنم الحمراء شو امشي اختي امشي شو نصابه ضاي بقى اطلع من خلقتي لا تاكليها الله معك الله يكون بعونك بسيطة شوفي يا أختي شوفي شو نصة وين العقيد لك الله يكون بعون العقيد لك شو نصة وينه أبو قاعود أخوه الأم أدهم وقع من على الفرس وتهمين فيه أبو أدهم والزلمة بين الحياة والموت يا باطل الله يرضى عليك خليك قاعد هون لحتى يجي العقيد وقل له أنه أم أدهم أخذوه أهله وأنا أخذ البنات لعند مشاهد يلا بخاطر تيسري أختي تيسري ولا يهمك لا يكن لك فكرة هلأ بركي شو أهلو لأبو قعود لقوني هون والله لا يأكلوني بلا ملح روح يا ولد روح وفود بريشك دك عمي شو أخدك المشوار جرحك لساته ماله طيب شو أخدك أمر الله أبو صفوان أمر الله عمي أبو صفوان إذا في لزوم ناخده على الخستخانة لحتى ناخده لا عمي لا ما في لزوم لا طيب ماشي لكن انا رح شوح شوف شو صار معهم وبجي ماشي ايه ابو هاشم ارجع وطمني الله يخليك يلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا الله يا الله يا الله يا قوي شو حكيم شلون شفت لي الجرح الله يستر شو يعني والله الضربة ماكنة وجرح غميم معلم جابر لازم ناخده على الخستخانة لا عمي لا الخستخانة لا اللي بيروح لهنيك ما بيطلع عايش شو طمني أبو قعود تعبان يا أبطيها يا حرام يا أبو قعود انت يصير فيك هيك علي الحلال علي الحلال لا أحنا حارت عياش من أولها لآخرة وضح ما رجع يا رجال يوفق علي وكرمك ما تضحينا شو ابن جيب كان معنا بميدان الخيل عجبك هيك يا مختار عجبك هيك هذا فصل من عمل ابو نجيب روح على البيت هلا روح بكره الصبح من هالمشكلتك ليش الصبح سيد راسي ليش الصبح هلا كل ما فاتت ماتت لك روح يا مرت سيد راسي روح شو فيها الله يسامحك يا عمي الله يوفقك يا ابو نجيب اسمعوني يا رجال اليوم يومكن أرجوني همتكن هلأ بدنا نروح لحارة عياش ونحرق من أولا لآخرة لعيونك يا أبو جهام قلنا فضى أبو قعود بس الواطي أبو أدهم تركولي يا إلي مين ما شافه ممكن ما حدا يقرب صوبه هذا حصي أنا لا توسخ إيديك فيه أنا حالف برحمة أبي بطرابه لشيل راسه وشو بدك يا لهون لبين رجليك أبو دياب يا أبو دياب ابني ما رجع من ميدان الخيل يا ابو دياب شو الحكيم حدا منكم شافه يا رجال ايه عقيد انا شفته ما تقول عقيد ما في عقيد غير ابو قعود ايه عمي وين شفته شفته هو وضاع عم يتعارك جنب النار باطل ابني راح يا جماعه جاهزين يا رجال جاهزين يا دياب لوين يا ابو دياب بدنا نهرب حارة عياش واكيد هن اللي خطفوه ابنك فتحي معناتها جماعة حارة عياش أخذوا فتحي يا مختار فتحي ابني يا جماعة ولا يهمك مختار هلأ منجيبه طرينا أبو دياب بترجاك تأجلها للرجعة بالحزنة بيهون عليك يأذوه فجروا يأذوه يلي بيحط عليه وردة من حط عليه نار كرمال خاطري يا أبو دياب خاطرة غالية مختار ماشي الحال يا رجال خلينا نأجل الموضوع شوي ديروا بالكم على البنات يا أمو هدول بنات الغالي يو يضرب قلبي عليهم شلون بدهم يناموا بعيد عن امهم معلش انا باخذهم لعندي على البيت
أمه نمنتني فيهم. لا أختي لا، أنت مشكورة، عملتي اللي عليكي وأكثر. هدول بناتنا وما بيطلعوا من بيتنا إلا على بيت أبونا، بعدها بترجع أمهم بالسلامة بإذن الله. مثل ما بدكن، يلا بخاطركن. ديبي خانم لا تروحي، نامي عند الحريم، هلا الحارة بتكون برا قايمة قاعدة. معلش يا أخي شاهر، أنا ما بخاف. لا والله لا والله ما بتروحي بهالليل. يا عمو نحن لازم نذبح ذبيحة لوجه الله، مش عارفة هالضربات يلي عم تجينا؟ إن شاء الله يا عمو، والله لأذبح له ثلاثة بدال الوحدة، بس هيك لحتى دخيل اسمه هالرب يعافي لي إياه. اللي ضايع عليك وضاح، فكه وخليه يرجع لهال. طالما الجماعة أخذوا أمتها، ليش ما نخلي فتحي عنا حتى يرجعوها لبيتها؟ هيك قلتها؟ إيه. تعا يا بي. مور يا بي. تأمر يا بي. أبو شومان أمشي معي. يا عمي خيرو، شلون صار شاهير؟ لا الحمد لله، أبو صفوان عم بيقول إنه بسيطة، بس يعني لازم ينام له كم يوم لحتى يرجع الجرح يختم من أول وجديد. إن شاء الله الله بيعافيه وبيقويه. أبو أدهم برضاي عليك توزع لي رجال منيح، عم يقول لي أعلي إنه الجماعة فاير دمهم وممكن يجوا بأي لحظة لهون. لا يا بختار، الرجال اللي فيهم يجي ويأرجينا حاله. ماشي، الله يقويك يا أبو محمد. على كل حال ديروا بالكم منيح، أنا واصل على الكراكون شوف الباش شاويش مشان يكتر الحراسة شوي بالحارة. مختار أنا رأيي على حارة الهون. ليه بقى؟ أنا ما بيهون علي هلا والحارتين من تحت رأسي، يمكن الشغلة ما تنتهي على خير ويصير فيها قتلة. هدول بلاد حماية وأنا بعرف أتفاهم معهم، خليني روح واللي بدهم إياه يساووا فيني. باطل على الحكي يا ودهم، نحن لبعض ما بنتخلى عنك أبدا. والله يا حضرة الباشا ويش، أنا شايف إنه بده تصير علقة كبيرة بالحارة. يا لطيف يا لطيف برجي صباي، أنت في عندك معلومات مؤكدات عن مشكلات حارة عياش مع حارة كوم؟ اي والله يا حضرة الباشاويش، انا عندي معلومات اكيدة انه اهل حارة الكوم ناويين على الشر، ويخوف قلبها، يخوف قلبي الحارة تولي عنار. امان يا ربي امان، امان يا ربي امان. اسمع برنجي صباي، لازم اغلاق ابواب كاركون، هذا اهل حارات عقل يك عدب سيس، نحن كله بيموت كله بيموت. استعدادات صباي، استعدادات، اللهم عسكر لري، الله اكبر. وين الباشاويش؟ هذه يمكن صوت أبو وضاح يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا كنت خاينجا. ونار وشعلت بين الحارتين. الله يستر. والله إذا أبو قاعود بيموت لحتى الدم يصير للركب. والله شغلة مو قليلة، مو قليلة بنوب. يا أخي هدول بيت العياش كل عمرهم منحوسين ومشكلجية. يا أبي أبو أدهم بريء. وشو عرفك إنه بريء؟ مبينة إشكرا يا أبي. الزلمة كان رح يسعى لأعله لما شاف أبو قاعود بهالمنظر. عتمة ودليلة الله يا جماعة، لا تحطوا حدا بزمتكن. سميحة مور ابن عمي، حطي لي الأمين أكل لحتى آكلها، وطلعي الطبنجة من الصندوق. يا ليش الطبنجة؟ يا أبو بدنا نحرس الحارة، بركي هجموا علينا هيك فجأة. وأنا رح أخذ سكينة من المطبخ وروح معه. أنت عود وريح لي حالك. أيوة لكن يا عمي، بيت العياش بيشعلوا الحريقة وأهل الحارة بيتشلوطوا فيها. يا بي أبو أدهم ما كان هاين عليه إنه يعلق الحارتين ببعضهم من تحت رأسه، وكان بده يروح لحاله على حارة الكوم مشان يعملوا فيه شو ما بدهم ليجنب الحارتين من المشاكل والمصايب، بس عمي أبو وضاح ما وافق ورجع الحارة ما خلوا يروح. شو في مختار أفندم؟ كراكون في واحد برنجي صباي، في 10 نفر صباي، بس هارة عياش في 100 نفر، هارة كوم في 100 نفر. شو بيساوي 10 صباي نفر مع تنين حارات كل واحد 100 نفر؟ أمان يا ربي أمان. معك حق، لكن ليش عاملين كراكون وكل أول شهر عم تاخذوا كراكون؟ هذا في مخاطرات أكيد، مخاطرات. هذا صباي كله بيموت أكيد، كله بيموت. هذا واحد نفر صباي حرام يموت، حرام يموت. هذا الذنب يوك.
ايه والله يوك. يلا بعدها. السلام عليكم. على بصالة. هلا ماو وين كان مطرحه؟ قلت له بلا ما تبيح الزبيبات ما رديت علي. اخ لك هوي ملكة تلاقي هوي حاسس نار شعلي براسي. دخيلكم دخيلكم دخيلكم. طيب ليش ما رحت لعند ابو صفوان كان وصف لك دهون يبرد عليك شوي؟ خزيت العين عنك شو فتحة وشو فهيمة. ولك ما بكفي روحنا المصاري اللي طلعناهم من زبيبات؟ ما بكفي انه طلعت صبي حمام؟ لسه بدك يعني روح عند ابو صفوان واعطيه كريم؟ لك انت شو انت؟ ما في بقلبك شفاء؟ ما في بقلبك رحمة؟ متعودة على البعزة انت يا حرمة؟ متعودة على البعزة؟ هوي هوي. امسيك عم امسيك. شوية مي عم زفاتك. تكرم عينك. الله يصبر قلب امه. مالي عرفانة كيف قضيت هالليلة. بيستاهل يا امه بيستاهل. عامل لي حاله عنتر عبس خليه يعرف قيمته. ووصيته بيت ابو نوري طعموه ويسقوه. ايه يا امه وصيناهم وصيناهم. انا هلا بدي احكي مع ابوك يتركه خطي يا امه خطي مشان امه. ايه والله بتغيب عن عيني ساعة قلبي بيشعل نار. اخ ما حدا بيحس بالام غير الام. يا امه نحن ما رح نتركه لحتى ترجع مدهم. وبركي ما رجعوها. لا بيرجعوها يا امه لانه الشاب ابن المختار والمختار بيضغط عليهم كرمال ابنه. الله يصفي القلوب ويظهر الحق يا ابني. محمد ما لقيته بالحارة مختار. دورت عليه بكل الحارة ما لقيته. شو هالحكي؟ وين بده يكون راح؟ مختار ما يكون هذا حس الحديدي حامي قام شمع الخير. لا 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 يا ابو لطفي يا ابو محمد اسقرته قبضاي وما بيعملها. كلام ابو لطفي صحيح. انا لمحته بعد صلاة الفجر راكب الفرس وطالع من الحارة. ولا تظنوا ولا تجسسوا ان بعض الظن اثم. طب نجم وينه؟ مستني برا. خليه يفوت. فوت ابو نجم فوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه ابن نجم ليش ضاربه لابن نجيب؟ يا مختار انت مثل ما بتعرف انا زلمي ما بتعدى على حدا الا بالحق. والنعم منك والله. بس يعني ليه ضاربه؟ هذا ابو نجيب زلمي واطي بعيد عنكم وعم يتبلى الناس جاي لعندي على البيت وعم يتضايق قال ابني شو صار له زبيبات وبده حقهم ست براغيث. ايه وانا الله وكيلك يا مختار ابني من 4-5 ايام ما فز من الفرشه ولا طلع برات البيت بنوب. بعيد عنكم زلمي ضعفان. الله يعافيك يا الله يعافيكم اولادكم ويخلي لكم اياهم يا رب. يخرب بيته كمان اجى لعندي وقال انه ابني سرق له زبيبات وما طلع من عندي الا لاخذ ست براغيت. نعمك لك تذكرتني والله كمان جاي لعنا على البيت واخذ ست براغيت وقال انه ابني رجي سرق له زبيبات. لعمك وكمان اخذ ست براغيت من مستور ام عارف ارملته للمرحوم ابو عارف رحمه الله عليه. هذا ابن جيب نيا عن خليقه شو هالعمله ابليس ما بيعملها. وهي الطربوش وخمس براغيت لقيتهم امبارحه بالليل قدام باب صقاق يمكن سالتين منه امبارحه بالليل. حطهم خالي حطهم. أمر شي مختار. سلامتك ابن نجم. يلا السلام عليكم. يعطيكم العافية. أهلين أبونا. أهلين شيخ. أهلين شيخ نجم. شرف تفضل جنبك. أهلين شيخ. الحاج تبكي من شانك ومن شان هالطفل يلي ببطني. يا خالتي يا شو ذنب البنتين يا الله شو ذنب البنتين؟ هدول سمعنا يبتوا كل ليلة بلحضني بموت طيق يا خالتي والله بموت طيق. إلهي إلهي يكتم أولادك يا ابن الحرام. الله يبعث لك همة تطلع روحك يا رب. آمين آمين يا رب العالمين. الله يسمع من تمك يا أختي. إلهي إلهي وإنت جاي أطعوك شفة شفة يا ابن عياش. لك بس من شاء الله أنت وياها بس. شو يا خانم؟ ما تكوني زعلتي عليه؟ مالك شايف اخوك ملات هالفرشة؟ والله بيعلم اذا بيعيش ولا بيروح فيها. اتركيها يا اختي اتركيها، اصلا هي طول عمرها ما بتحبهم لاخواتها. الهي يصطفل فيكم يا نسوان اخوات. الهي يصطفل فيكم يا رب. ان شاء الله بموت وبرتاح من هالعيشة يا رب. ابن ناقص. يا نجاة
جهنم. تجمعات يوك، تجمعات ممنوعات. يلا فلط، يلا كله بيروح، يلا فلط كله بيروح، كله بيروح. يلا يا شباب يلا. بدناش تجمعات خيي، عم بقول لكم بدناش تجمعات. هنا شيخ رجاب، نحن ما لنا ناويين نكبر المشكلة، في إلنا شغلتين بس. أول شغلة إنه الحرمة ترجع لبيتها وولادها، وتاني شغلة تكونوا متأكدين إنه العقيد أبو أدهم بري من قصة أبو قاعود كلها. الله يعافيه ويقيمه بالسلامة. الله يبارك فيك. والله يا جماعة الخير، يشهد ربي علي ومحمد رسول الله إنك يا أبو قاعود أنت وأخواتك معزتكم بمعزة أهلي، وإني ما فكرت يوم إني أزي واحد منكم. يا ابني الرب شايف كل شيء، وإذا كنت بري الرب حيبريك، فليتبارك اسمه في السماء. آمين آمين. الله يبارك. صحيح يا جماعة، الله سبحانه وتعالى بيكره الظلم ولا بد ما يظهر الحق. إيش النزير؟ أحكي لك كلمة. بعد إذنك شيخي وإذن الحاضرين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله. صدق الله العظيم. وأنا بشوف هالقضية بدها بحث وتروي، لأنه هذا اللي إجا على الميدان وحكى الكلمتين واختفى كان قاصد الفتنة بين الحارتين، والفتنة أشد من القتل. صحيح. صحيح شيخي، أنا بإذن الله رح ضل وراه لحتى أمسكه وجيبه ويعترف قدام كل الناس بالحقيقة. إن شاء الله. المهم يا مختار، بدنا منكم تتكرموا علينا وتعطونا فتحي. أهلي مختار. يا ميت أهلا وسهلا، شرف. وجاي لهون بكل عين جارة. لا يا أبو صلاح، الرجال دايس بساطنا. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام الله. تفضل. مرحبا أخي أبو صلاح. أهلي يا فتحي. جيتك يا فتحي غلط بغلط. والله يا سيدنا ما قدرت أقعد بالبيت، الحريم عاملين مناحة. وشو صار مع الجماعة؟ وافقوا يرجعوا أخته لبيتها أولادها؟ والله الشباب ميبسين راسهم دمهم فاير، ومثل ما بتعرفوا لسه الجرح تازة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من بعد إذنك مختار، وإذن سيدنا الخوري وشيوخنا الأجلة وكل الوجوه الطيبة، بدي منك طلب. تفضل أبو دهام. إذا ألي خاطر عندك يا أبو وضاح، خلي فتحي يرجع لحارته كرمال جية الطيبين. الله محيي البطن اللي حملك يا أبو أدهم. الله محيي أصلك. أنت كبير وأصيل، فضلت على راسي يا أبو أدهم. كان القصد. والله بعرف قصدك يا أبو الضاح، لكن العفو منك. أول باشتان أنا ما بيهون علي هالوجوه الطيبة تطلع من مضافتك خايبة. تاني باشتان أنا ما بدي أولاد حماي يرجعوا أختهم غصبا عنهم، أنا بدي إياهم يعرفوا الحقيقة ورجعوها براحتهم. تكرم عينك أبونا، فتحي معزز مكرم، بس ترجع الحرمة لبيتها بيرجع فتحي. مش هالكلام اللي تقوله يا أبو صادق، يعني أبو وضاح الحين يحتاج معونة. أي والله يا طويل العمر، والمشكلة كبيرة، من يوم اللي إجيت لهون ما بعرف شو اللي صار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولدي يا نمر، عونك يوبا. اسمع يا ولدي، عمك ابو وضاح يحتاج معونه، ابيك تنهجي له وما تقصر معها ابد. طب الموت يوبا، بعون الله ما يشوف عمي الضيم. وش تامر يوبا؟ وش تامر؟ كتر خيرك يا ابو محمد، طول عمرك اصيل. كبير يا ابو محمد وبتضلك كبير. تسلموا. بيسلم عليكم الوالد، بيقولكم هدول كلهم اولاد عمنا واخواتنا، وكلهم فداكم فدا العقيد والحاره، وإذا بيلزمكن أي حدا تاني نحن جاهزين. ما بتقصروا يا محمد، ما بتقصروا. خالي نمر. تامر يا عمي. طول عمره أبوك الشيخ وضاح زكرته أصيل وما بينسى العشرة. الله محييكن ومحيي كل الربع. تفضلوا على المضافة يا جماعة. حياك الله يا عمي. شرف يلا. شرف. شو
شو هالوضعيات؟ عجبكم اللي اخذتوه ولا لسه بدكم كمان؟ والله بيقول لك المثل انت كريم ونحن المستاهل. والله بدكم الصراحة أنا ما عاوز مصاري واللي أخذتهم ما بكفوني. تكرم عيونكم، هلا بس افتح الصندوق بعطيكم اللي فيه النصيب. لك أنا أبو أدهم وشاهر عاملين فيها بضايات بسيطة، وأنت يا عفاف خالهم شايك الدور. قال لما تمام أنت من هون ورايح المشرى. شو عقيد؟ شايفك عم تضحك ومبسوط ومشقري. ايه والله يا صياح يا لطيف شو مبسوط. ايه روح، الهي الله بيبسطك اكتر واكتر واكتر، والله بيستاهل. قديش بدك زبيب سداسي؟ اعطيني برغوت. برغوت؟ شو هالشغلة هي برغوت سداسي برغوت؟ والبرغوتين ثلاثة شو برغوت؟ ما يخالف انطيني بخمس براغي. ايه ها؟ عيني عليك، الله يرزقك الهي، الله يخلينا البدو، سيك سداسي سيك. هاي تكبغي وهي برغوتين صاروا خمسة. اعطيني زبيب. انت كمان ايه على راسي ها؟ تكبغي ثاني حكي ها؟ الله يرزقكم الهي. نبغى حلاوة. حلاوة؟ والله ما عندي حلاوة. اخي استنوني هون، علي الجيرة ما بتتحركوا. هلا بنط فشختين بجيب حلاوة وزبيب وكعك منيحة. الله يخلينا البدو، الله يرزق البدو الهي. أشهد بالله إنه شيدكم غالية وغمرتونا. بس بدنا نعتذر منكم لأنه أول باشتان أهل حارة الكوم أهلنا وفي بيننا عرابة ومصاهرة، يعني ومحتمل نرجع نتصالح والدم ما بيصير مي مثل قبل. وتاني باشتان ما بدنا أهالي الحارات التانية يقولوا إنه نحنا ما قدرنا ندافع عن حالنا، فمشان هيك بدنا نعتذر منكم وشيدكم غالي. أنتوا أهل الشرف وأهل النخوة وجيدكم لعنا كبيرة كتير، الله يقدرنا على مكافاتكم. ايبو اهلي المعلم الضاح. انت بطير الضمير بفوق محمد فخري بتقولي ما حد بيحدي، بتروح لعند الداية ديبي ولعند ام نصري بتخليهم يجوا لعنا مشان يساعدوا الوالدة بالطبخ. تمر معلم. يا صلاح يلا مشينا. ما شاء الله. ها اخي اهلين ابو نجيب، شو متقل كثير اليوم يا سيد راسي؟ هدول خيال البدو قال بدهم كعك وزبيب وحلاوه. اه بس لا تكون دحبيان بالك. رح ازعلني منك، رح ازعلني منك. انا بي جابي الله وكيلك. لا مصدق كريم كثير ابو نجيب. الله يخلينا فخي. ايه سيد راسي وين بيعوا حلاوه؟ شو الحلاوة؟ لك حلاوة حنية شباب، حلاوة حنية. لك حبيبي هدول البدو أي شي بيقولوا عنه حلاوة، ما أخذ لهم ملضمينة ومطعن بمشي لعنة. الله يخلينا أطلقي سيد راسي انت. ها؟ الله أهلي أبو نجيب كريم. هل بلاشة وين راح الرجال الشايب؟ ما جاب الحلاوة والكعك. منو هذا الرجال شايب خالي؟ رجال شان هيني بينا حلاوة وزبيب. كعك وزبيب. هذا ابو نجيب. الله لا يوفقك يا ابو نجيب. مثل ما سيبك كعك وزبيب. كعك وزبيب. كعك وزبيب. شرفوا سيد راسي، شرفوا يلا شرفوا. وقفوا يا بضايات، علي الجيره ما حدا بيدفع برغوت واحد. ليش ما سيد راسي ما حدا بيدفع ولا برغوت واحد؟ بدك تتكرم كرم من كيسك سيد راسي. هات الاكياس لهون هات. ليش ما؟ منين جايبهم هدول؟ ها؟ من عند ابو صلاح؟ هات اعطيني اياه هون وانا بحاسب ابو صلاح بحقه. والله؟ لا كثير عم تتفالح. حضرتك بتحاسب ابو صلاح بحقهم؟ وين راح تعبتي روحتي وجيتي؟ بدك تاخذ لي مربحي؟ بدك تتمرح على كيفك سيد راسي؟ خيره، روح لعند ابو صلاح قل له اعطيني كل المنضمين اللي عندك والحلاوه والكعك والزبيب وقل له ابو شومان بحاسبك بحقهم. اي على راسي. لك شباك عجلك شوي. يلا يلا. روح روح. لبين ما يروح يرجع بكون نفات انا سيد راسي. ابو نجيب. نعم. تنقلع من هون ولا بنادي للعقيد ابو ادهم؟ قولي كل شيء لابو ادهم. لا لا بروح. الله لا يوفقك. العوض على الله سيد راسي. الله يقطع عمرك. الله يوفقك. شو ابو دياب؟ جبتوا راس العقيد ابو ادهم؟ راح نجيبه.
كل شيء بأوانه حلو. ليش ما جبتوه معكم؟ لأنه هالأندال مستكرين 200 خيال مشان يحموهن. هلا أبو وضاح وأبو أدهم مستكرين رجال مشان يحموهن؟ إيه، نحن شفناهم بعيوننا. شايفين شواربي هدول؟ بدي أحلوهم وأرميهم على المزابل إذا هذا الكلام صحيح. يا سيدي أنا يلي بدي أحلو شواربي وأرميهم على المزابل إذا هالكلام مو صحيح. ماشي يا أبو دياب، شهدوا عليه يا رجال. خالتي ام شاهر. خير يا مو في شي؟ بعتني لعقيد ابو ادهم مشان البنات، قال بده يشوفهم ويرجعون. شو قصته ابو ادهم؟ هيجي يشوف بناته هون. يلا يا مو رح جيب لك ياهم. قومي اجلي هالجليات احسن مالك قاعده، ولا عملتي لي حالك بيتي؟ أبو جعود. أبو جعود حكى. يا جماعة يا جماعة، أبو جعود حكى. يا جماعة أبو جعود حكى. أكيد. إيه والله أكيد حكى. حكى. أبو جعود. أبو جعود. أبو جعود أحكي يا أخي، رد علي. توبرني لي يا أبو جعود، توبرني أخي، رد علي. الله لا يحرمنا هالصوت يا رب، الله يديمك فوق روسنا كليات. ريت الوجع لقلبي. بعدي هيك بعدي تشوف. أبقعود يا أبقعود، أبقعود قلي مين وقعك؟ أبقعود رد علي. شفت شو عم يطلع عليكي؟ شو يعني؟ يعني جوزك هو اللي رماه، مبين أشكره. سفوحة، تعي تعي تعي، يلا اربي 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 اربي. ايوه الله لا يحرمني منكم حبيبي. ابي انت واختك ورجوني ضحكتكم. قوم يلا. ما بدي العب يا بي. ليش يا بي؟ بدي امي. يا بي ليش خالي اخذ امي وخلانا هون؟ خالو ابو قعود مريض يا بي، امك راحت تقعد عنده كم يوم. ايه وشو فيها اذا رحنا معها يا بي؟ لا لا، لانه مريض ما بيتحمل الضوجه. انت واختك هنيك رح تلعبوا وتضوجوا عليه. وحياه القران ما منضوج يا بي. لا يا بي لا، خلص خليكم كم يوم عند تيتي ام شاهر، وبس يتحسن خالو ابو قعود انا وياكم نروح سوا. يا بي صحيح مثل ما قال خالي جابر انك انت ضربته لخالي ابو قعود؟ شو الحكي يا بي؟ لا لا لا، مو صحيح بنوب. لك شو انا بدي اخرب بيتي؟ شو بدي بلبس انا وبالكعك وبالزبيب؟ انا ما بصدق على الله انت بيع الزبيبات. طيب شو بدي بيعهم يا الله؟ شو بدي بيعهم؟ طيب وليش ما رجعت لابو صلاح؟ لك ما رضي، ما رضي يفضح حليبه، ما رضي. طيب شو رايك انا اخذهم ورجع لك اياهم؟ وبركة ما رضي يرجعوا؟ لا تخاف، أنا بخليه يرجعون إلا إذا أنت ما بدك بلاها.
لك شو ما بدي ست راسي؟ شو ما بدي اسمعه لسبعة؟ قال ما بدي قال أعوذ بالله أنا اللي بدي. بس شوفي لالي ما في روح لحالك ها؟ رجلي على رجلك. خايف لأخذ شي نقلة من المصريات ما هيك؟ ماشي الحال، المعاملة مع رب العالمين. قوم قوم لنروح أنا وياك يلا. روحي بسم رايتك، ستري يا حرمي ما في روحها هيك، شو الحكي؟ يلا رايح. إن شاء الله يقبلوا يرجعونا. السلام عليكم. سلام. أهلين عم. أهلين. وين صاحب البستان؟ وصلت عمي. أنا صاحب البستان. شو بقدر بخدمك؟ أنت صاحب البستان؟ نعم سيدي أنا صاحب البستان. ما عندك أولاد شباب يشتغلوا هون؟ لا والله سبحانه وتعالى ما طعمني أولاد بعيد عنك. الله يرزقك الله يرزقك. طيب ما عندك شيء إجير مرابع بيشتغل عوضة؟ لا والله. خير عمي شو في؟ ليش عم سأل؟ لا ما في شيء ما في شيء. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني الرجال اللي إجا حكى كلمتين وعلقنوا بعضه يا أبو وضاح طلع مو هو صاحب البستان. معناتها هي شغلة كبيرة واللي عاملينها أكثر من واحد. أكيد أكثر من واحد. أكيد أكثر من ثلاثة أربعة. طيب مين له مصلحة هاي رمي فتني بين الحالتين؟ والله ما بعرف. شغلة بتحط العقل بالكف، عم فكر 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 ما عم يطلع معي شيء. معناتها أخواته لأبقى عود لازم يدروا بهالشيء. وشو بدنا نقول لهم يا أبو الضا؟ أخ بنقول لهم اللي صار يا أبدها، إنه صاحب البستان الحقيقي غير الرجال اللي إجا على الميدان وتبلغ. طب وإذا دري شو رح نستفيد؟ لك شلون شو رح نستفيد؟ شو بنا بدام؟ والله ما بعرف. سكرت معي هالآخر يا أبو الضاح. أنت ريح لك شوي، توضى وصلي لك ركعتين ونام وهدي بالك. ونام بالله. وأنا بكرة ببعت الشيخ نزيل لعنده بيحكي له الحقيقة. برقدا هيك بيطلع بيده يقنعهم ويهديهم إن شاء الله. مرة بضاي عطتني شاي ايه على راسي. اهلين معلم جابر. اهلين فيك عمي. كرمال خاطري صور الشر. ما فهمت يعني بلا مطرود. اسمع عمي نحن مو جايين نشحد منكم، مثلنا مثل باقي الزباين، وبدل البرغوت خد 10. عمي الله يرضى عليك، لا بدي برغوت ولا بدي 10، بدنا نقصر الشر. ماني طالع. انت ما بتفهم ولا؟ عم يقول لك بنقلع من هون يعني بنقلع من هون. نزل ايدك احسن ما اقطعك اياها. ما بيقطعني اياها الا اللي خلاني. نزل ايدك احسن ما اقطعك اياها.